اسمعيني مزيان اش غنقول لك، الا مشات تربحت المغرب غطيبي ليا احسن عشاء في العالم، والا مشات تخسرات غنعطيك 200 درهم وما غنبقاش نتقابح معاك. مزيانه هاد القضيه مزيانه متاكده صافي كلمه وحده 200 درهم ما نفوتهاش لك، ولكن انت غدير لي احسن عشاء. انت اللي غتخلصوا انا نخلصوا انا نربحك ونخلصوا انا. لا لا ما متفقش، لا لا ما متفقش معاك، غتخلصي من عندك من رزقك. الصندوق خديتي وتجي فلوس الصندوق دابا لهاد الشيء هذا دابا واش بخاطره معايا ولا لا؟ صافي مشات كلمه هو فيديو والله حتى غنلوحو كتصور. اه صافي مشات صافي كلمه. السلام عليكم شاهدوا الخوت يا الخوت ميمي كانت واحد ستريس الهربه اوليا ناري على فيش كيدير والترا ما يمكنش وحق الله 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 والله حتى الهرمه اللهم بارك اللهم بارك والعالميه الخوت ما يمكنش ما يمكنش ماركه والبلبانه الخوت سبعه 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 اي واحد 10 بارفيكس ها هي بسم الله واحد جوج ثلاثه فيف لو ماروك 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 ايوا جباد جباد ارى على الثاني عشان فرق عليه ما شاء الله لبيت زقلو كثير انا على بيت عادي شنو هو بيه بكر شويه 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 ها شو شو ديالنا الكاس من الاخر اي على اولى حول كيتبرك لنا هيك اري الخوت زقلو بيه بكر شناري زقلو مع الثاني جوج جوج ها شوف كنشم ريحة جوج هنايا اري الخوت حاكمين زي شو شو حاكمين وبالروج ولا علاش حيت عارفين وغيبوق الشبكه ري زقلوم عاوتاني بيت الخوت زقلوم عشا فرقع فرقع كوني قد كلمتك عشا اش فرقع ارى على واحد 10 طاكس واحد الله جوج ثلاثه رابعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود 10 والبلبله والبلبله الخوت تورقوا لي البلبله الخوت اللي ما يمكن اسمع 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 ايه الخوت راه ما يمكنش راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش واش بالروج وانا ما كره على الشيء بيت الثالث بغينا البيت الثالث من الاخر الثالث يجي هنايا البيت الثالث يجي هنا وليا الثالث الخوت راه ما يمكنش وكنا تمنيت شي 400 مليون وكنا قلت يا ربي شي 400 مليون كون ربي قبلها لي انا هاري ما يمكنش الله اكبر الخوت الله اكبر الله اكبر راه ما يمكنش وليا ما يمكنش تمنيت شي 400 مليون الخوت كون جاتني وتخيلوا دابا الخوت نزيدوهم الرابع راه ما يمكنش بارك علينا 3-0 الخوت الحمد لله قولوا لي التحكيم كيف جاكم انا بالنسبه لي التحكيم بان لي ناضي وعادل احسن حاجه ربحت هي العشاء الملكي الخوت اللي غتشوفوه من بعد